ليل 13 من نوفمبر عام 2015 مر ثقيلاً على شوارع باريس، سلسلة هجمات متزامنة أثقلت الطرقات وحولت مساء المدينة لشلال دماء. قرب إحدى بوابات ملعب سان دوني شمال باريس، وبينما كان الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند ووزير الخارجية الألماني يشاهدان مباراة دولية لكرة القدم، فجر مهاجم حزاما ناسفا ليقتل هو وأحد المارة. عند تقاطع شارع بيشي وشارع كليبر في الدائرة العاشرة في باريس، أطلق مسلحون النار على الزبائن داخل مطعم لوكاريون ومطعم بوتي كامبوج، قتل 15 شخصا وأصيب آخرون. تستمر الهجمات، في تلك اللحظات عاد العنف ليجتاح الموقع الأول عند ملعب سان دوني وفجر مهاجم آخر نفسه. الآن ينتقل العنف إلى الدائرة 11 في باريس وبالتحديد قرب تقاطع شارع فونتان أوروا وشارع فوبورا دو تومبل، يقضي 5 أفراد ويصاب آخرون. في شارع شارون القريب يطلق مسلحون النار على رواد مطعم لابالي كيب، يقتل 19 شخصا ويصاب آخرون. إرهابي يفجر نفسه داخل مطعم لوكونتوار فولتير على طريق فولتير في الدائرة 11، ما يسفر عن إصابة شخص بجروح بالغة. وبينما يحيي فريق إيجلز أوف ديث ميتال حفلة في مسرح باتاكلان، يدخل عدة مسلحين المسرح ويطلقون النار عشوائيا على الجمهور، فيقتلون 87 شخصا ويصيبون عددا كبيرا في أكبر حصيلة تلك الليلة. ملعب سان دوني موقع التفجير الأول مرة أخرى يعود للواجهة بتفجير انتحاري ثالث نفسه خارج أسواره. مع بدء قوات الأمن تحرير المحتجزين داخل مسرح باتاكلان، قتل 3 مهاجمين، أحدهم بالرصاص والآخران بتفجير حزاميهما الناسفين. حصيلة الليلة الدموية أعلنتها السلطات الفرنسية، 137 شخصا قتلوا بينهم 7 مهاجمين وأصيب أكثر من 350. وأعلنت فرنسا في اليوم التالي أن تنظيم داعش وراء تلك الهجمات.